كل يوم على الحال ده، يطلعوا من الكليه وهات يا دش في وداني. هم مش بيدفعوا لك يا عبد الحاج؟ بيدفعوا اه، بس اللي بيدفعوه مصرفه على علاج وداني. ياه، نفسي اكل حواوشي. حواوشي ايه يا تيمور بعد المقطوع التحفه دي؟ عجبتك؟ عدالك هي حلوه قوي، بس كفايه انا هموت من البرد. طب استنى ما نشرب الشاي ولا هنسيبه ده كمان؟ ده انا دافع 20 جنيه. حريقه حريقه. امسكي نفسك، قربنا نوصل على الشط. خدي نفسك تطلع معاك. اخدك ايه؟ الكونترباس ما بياخدش غير واحد، ابعدي بقى. نوال، والله الكونترباس ما بياخد غير واحد يا نوال. نوال امسكي في ايدي يا نوال، امسكي في ايدي. الحمد لله الامتحان. يخرب بيتك يخرب بيتك، اصطبحنا واصطبحت ملك الله. هو في ايه؟ أبداً، ابني والكونترباس مش طايقين بعض، طول النهار يضربوا في بعض زي ما يكونوا مولودين فوق روس بعض. يا بابا! ايه يعني مرت الكونترباس؟ استنيت يا ولد! لا مؤاخذة يا مدام، انت عارفة الشباب اليومين دول متحرر عمال أولاد. في ايه؟ يا بابا في ايه؟ حضرتك قلت لك انزل من البلكونه، قلت لي انزل من على السلم، اتمرمطت انا وهو على السلم. يعني هي المساله مساله البلكونه؟ يا بابا يلا عندي امتحان، ابص ايدك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. بحكايه الولاده دي بلا شهرين بتقيس، ما شفنا لهاش جيبه واحده. ما انت مش مديني فرصه. طب شيل يا اخويا. لا شيل انت. الحبل جوه؟ ايوه. يلا. ظهري. معلش معلش ظهري. معلش يا بابا عشان تشوف انا بستعمل ايه. معلش ايه؟ ما كان قدامك الالات حلوه على قدك، راح تجيب لي انتريه. معلش 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 معلش. ما ترجعه وجيب خمسه سته من حلوين السواري. يا بابا هو بقسماط، خلصني بقى عندي امتحان. اتفضل يا اخوي ادي البلكونه. دخل يا اخويا الفرقه الموسيقيه بتاعتك. حاسب ما تخبطنيش تاني بظهري. سوري يا بابا سوري سوري. تعال قول لي يا تيمور، اخبار البنت نوال ايه؟ غرقت محروقه. يا ساتر دي باظت خالص. لا بابا ده حلم بحكولك، اسند بس. طيب على مهلك على مهلك، اوعى يقع اوعى يقع. انت حر يعني؟ مش هنروح نقابل امها؟ هي كلمت مامتها وان شاء الله يومين كده بابا. طيب يلا، عايز مني حاجه؟ لا عايز استرقاها مني بقى. طيب انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه معاك دي يا شاي؟ هات 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 يا تيمور. طب مخصومه منك الشهر الجاي. انت يا عم يا فوجة امسكوا الزفت ده. يا خبر، ده نسيك الزبونة. أسام يا بلاوي، يعني هو هيكون جرى له حاجة؟ يا عم اطمن عليا أنا الأول، جرى لي حاجة ولا لأ؟ يلا. على مهلك على مهلك على مهلك. أهو الامتحان، يلا بسرعة الامتحان. الاتراني يخرب بيتك. والله العظيم هتموت واحد فينا مرة. اتفضل اطلع. ده فودة فودة، انت مش عارف هبل وعبطه. يلا شريط المزيكا بتاع الامتحان. مزيكا ايه يا حرام؟ بدي يدوسة يدوسة، شايلة لبس بوسة، والله لويتي وكبرتي وبقيتي عروسة. غني يا ابن المحظوظة، ما انت شايل ورك فرخة وانا شايل حجل على ظهري. يا رب يتخرج اموت بقى. تيمور نوال، اتأخرت كده ليه؟ من ابويا اللي شايله على ظهري ده، مرمطني. وحشتني قوي. كنت وحشتني قوي. ايه ده انت النهارده حلو قوي. ميرسي. انا كنت امبارح كنت وحش قوي. ايه ده؟ شاي رومانسيه. عندنا امتحان يا معلم، خد. جبت لك انبوبه امير. اللي دي امير يا صاحبي الحين، والامير هيلزق النيله بقى. فين تيمور؟ ما اعرفش. فودة فين تيمور؟ you
واقف قدامك اهو اهو. قدامك شيلتي شيلتي شيلتي. خلاص هاكل ازاي يا رب بعد كده؟ يا نهار اسود مفيش حاجه هتفتحها غير كتر 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 كتر. ايه يا معلم انت عايز تبوظ عينه؟ هات لي موس موس. هات شنيور يا ماشي. الناس دي يا نوال بقى انا بعت اجيب لك ميه سخنه هتنفع؟ طب ما تجربي يا نوال الاسيتون. ايه كومبليزون؟ مين الناقه؟ قوم يا قوم بره بقى. انت لازم تفتح يا تيمور. ليه؟ عشان ماما مستنياك انت وباباك بكره. وافقت ان انا اتقدم؟ ايوه. وجايه تقولي لي بعد ما تعميت؟ بعد الشر عليك يا حبيبي ما تقولش كده. هتقوم تبقى كويس قوي دلوقتي. طب هاتي ايدك يلا يلا يلا. طلع فين؟ فين؟ تعالى. مبروك يا نوال. الله يبارك فيك يا ياسمين. نوال انا هطير انا عشان ايه؟ انت فاجئتيني. عايز استعد؟ انت هتمشي ازاي بعينك دي؟ يا عم شايف بس يلا بسرعة. يلا بينا بسرعه بسرعه يلا. أستاذة نوال مش هنا وقالت لي ما ندخليش حد. دخليش حد؟ اوعي يا هبلة. ما شفتيهوش يا بنتي وعينيه لازقة في بعضه وراح واقع على الأرض. يا حبيبي صعب عليا قوي. أو هكلمك تاني. أنت إزاي تدخل عليا من غير ما تخبط؟ ما أنا قلت هاو. وبعدين أنت بنت خالتي. أنا غلطانة إني ما قفلتش الباب بالمفتاح. بجد حاجة تقرف. إيه يا نونا مش طايقة مني كلمة ليه؟ مجنونة بقى أعمل إيه؟ ياه نسيتي اللي كان بينا بالسرعة دي؟ هو إيه يا ابني اللي كان بينا؟ فتح قراها باباك وبابايا وخلاص الاتنين ماتوا. بس انا عايش وبحب. يا بابا البدله دي يا بابا دي بدله الاسره يا ولد. انا مالي مالها؟ البسها غصب عنك يا بابا. وحشه وقديمه. مدام رايح تخطب تلبس البدله دي يا بابا. افهمني بقى يا بابا. بص الجاكيته دي ستايل قديم. انا يا بابا لو فانكي. بص يا بابا السبايك. بص كل الادويه دي ما تلزمنيش. ده ابو امك ما وافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعالى اعدلك كده فتره. استنى نفسي تبقي موجودة النهاردة. طيب وركبي اهو رايح اخطب. حشتيني يا زبيدة. انا بموت يا عم هاني يا شاكر. حشتيني يا بابا. ثانية كمان وانا هوحشك. حشتيني يا زبيدة. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش. الله يرحمها الله يرحمها. يا بابا هتخنق. انت بتشنقني. طيب خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيت يا لوزه بيت يا لوزه. ايوه يا ستي. تعالي يا بيت. ايه اللي مرمي على الارض ده؟ دي ميه يا ستي انا لسه مسحه. انت ايش عرفك انت؟ ميه ايه ده؟ عمل معمول لي. امشي هاتيلي شويه ملح عشان افسده. امشي يا بيت. حاضر حاضر. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. الهي يخرب بيتك يا وليا يا معاطف. تولعي بجاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح. يا سيدي يا كبير جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام احرمها من دخول الحمام. اه يا ولي دي خرب. هات يا بيت هات يا بيت. يكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم. امسك يا بيت واقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب لحسن كتاب الله. امسك دماغك ده هي واحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالتي؟ حبيبي ازيك يا روحي؟ عامل ايه؟ وحشتني يا ولا. ايه يا ولا انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك. اهي النتيجه اهي. رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالتي. ليه مالك يا ولا؟ اسالي نوال. يا ماما بقالي ساعه بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش. مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسال علينا. هو في حد بعد ابوكي ما مات سال علينا غيره؟ شوف بقى انا عامله النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تساليني انا. اسالك انت ليه؟ هو انت غريبه؟ انما هو غلبان يا حبه عيني. عايش لوحده يا عالم يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بيه.
تعالي يا بنت، انا اولا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفره اقعد العب شويه على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. تعالي اطردي اقعدي، حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقول لي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش وقت، انت حره ياكل على نفسي بتاع ده. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين اللي هيشغلها وانا بره؟ في ايه؟ يلا في ايه عندنا معاك يا بابا؟ بس اربع عيش. انا اسف انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مره امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقنا خلصنا يا ابني، دي مسؤوليه. قولي لما حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه روح خد لك تاكسي. انا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفتي ده يا خالتي؟ حته الماس ثمنها 10600 جنيه، هتاكل منك حته. والله منين كده يا واد؟ ده الماس. ولو اني ما بحبش البس الالماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحارس الله. رايحه فين يا نواه؟ رايحه كوافير. بابا يا ماما في سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي، الرأي رأي بشندي، لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده، مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا، ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزل؟ بشاري واسع. هتلاقي أمك اللي جايبها لك. يا راجل يا حمار، استنى عليا أنا هوريك. أنت رزل ليه يا أخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. أنا حمار؟ طيب أقل واجب لما تخش عليا الدخلة دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربية المولد اللي أنت راكبها دي مش عاجباك العربية؟ تبقى حمار. بابا حمار وسايق. يا بابا مش عاجبك العربية يا شباب؟ بابا ما كترش بكلامك، افتحي الجاكيتة. ما تغلطش فيه، خليك بعيد. ما كترش بكلامك، خليك بعيد عشان الجاكيتة ما تكرمش. انت لازم تتربى بقى. وريني رخصك يا بابا. تتطحن؟ انا اتهرس لحد ايه؟ ايه انت بتبني لك عليا؟ ايه ده؟ تيمور 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 يا تيمور. تعالى هنا. لا كان معايا واحد صغير بس مش عارف راح فين. ابو سامي اتفلق. يا بابا بابا انت تيمور يا انا للاسم. يا بابا اخبار الخلانوسه ايه؟ مش سافره، بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مش سافرة برا مصر. لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم وأصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بقى امرها. خدي ورش شوية المية على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزة؟ عامله ايه معاكي لوزة يا ست هاني؟ حلوة يا اخويا زي الفل، ما تتخيرش عنك. ايش برا البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما يا ماما جايه لك يا نوال. ايش 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 برا 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 برا. عايزه ايه؟ مين اللي جاب بشندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر؟ يا بابا ما تقولش كده، والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا. بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله انت عارف فتفوق فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني. خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه.
العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بقى من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ ما اعرفش، يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله، انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. تنزاي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك، انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع، بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. ما حضرتك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني، بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا الطره بده فقلقنا شويه. لا ده بشندي. بشندي بشندي ده بركه البيت. زي ما يا بابا. يا بابا يا حبيبي يا ابني. تعمل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هارم، ما تردش ملح علينا ليه؟ الله، لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي، معلش. تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هارم. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار، نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال. بنتي نوال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه، حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مفيش سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه؟ ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. دول استر من العين يا عم. احنا طبق فول، ايه اللي بيعمله ده؟ ما ردتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله، الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا بشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمه. استهانم، عقبال ما يجي لك الرد تليفون بيتنا عند بنتك، هريانه تليفونات ليل ونهار، اتصلي بينا يلا. يا بابا ما تكلمناش في حياتك. ولا كلمه قدام يلا. معلش يا عمي انا اسفه. شاكرين قوي يا نوال، جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح، شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جنين. احنا علينا في المنطقه كلها. ايه خير يا بشندي، ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هاني. انا قلت والله انه لا يجوز. الوليه حماتك دي دماغها ضربه. يا بابا انا مالي ومال، انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقالنا ساعه بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحومه امك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت عازمها في المطعم ده. كل يا تيمور، كل يا ابني. انت داخل على جواز محتاج ترم عظمه. اللحمه حلوه قوي بابا، بس بجد من زمان. هو الحاج جوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع الترابيزه دي. ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي. بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي ثمنه فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك، ممكن بعد الخطوبه فاعزم نوال وامها هنا؟ وامها لا، نوال في عينيها الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي لا تاكل حاجه. انت عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول ولا اطول؟ ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم. اعظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. اكل ستايل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراحة فين كده يا بابا؟
تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي. انت والله انت متكلف. بتكسفني يا تيمور. طب دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. همي يا يا باشا، ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بسميها في الدليفري. دليفري بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صبر عليا مرحوم امك واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. يوعى. اتفضل. متغرش يا عمي. أنا فودة 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 فودة. فودة إيه وزفت إيه؟ إيه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ ناقصكم أنا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عم. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ فوق نموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفله بكره. تتكلم بجد؟ ايوه. مية مية. بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحيات اميره ولبنى وسميره. وحيات اميره ولبنى وسميره وناديه واختها. وحيات اماني وسمر وناني. وحيات اماني وسمر وناني والشله كلها. نركز يا جماعه، هنعلب اميره ونوطب اختها. اوكي خدي اتصلي بيه. اتصل اقول له ايه؟ بس اوعى انت اوعى. واحد اثنين ثلاثه اربعه. وحيات اماني وسمر وناني. الو. ايوه يا نواف. كلهم موجودين، يعني هيروحوا فين؟ الشله كلها. تيمور. نعم. تليفون نواف. يا نواف ما جيتيش ليه؟ مش فيه بروفة عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك فيه ايه؟ ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره. مش مشكله تعملي جروب قبل ما نشتغل. اه حلو قوي. يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سارق عقد على الماس ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ مش فضلك تيمور، مش حرام يا بنتي. ده املنا انه يطلع بريء. بس انت ابعتي هاتيه هو وابوه وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس، ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشندي هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي مدور وعينه مدوره وقصير، اكيد هو اللي سرق. تيمور مش مدور ومش حرام. لا مدور وحرامي كمان. هلا ايفريبادي، تيمور سبيكينج. يو نو مي. اوكي يو ونا ليسن تو مي. Yeah.
يا تيمور. الله يبارك فيك يا بابا. بس لو كنت لبست الجاكيت الجلد ده. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخلينا انا في تيشرتاتي. هما خدي انت وانا هقابلهم. بص يا عم انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عظام. اتفضل يا بابا اتفضل. يلا بقى وما تكلناش. صفاء مش صفاء بيت انا كمان وقعد علينا والنب يا ماما عيب كده. اتفضلي قبليهم يا بنتي. انا ما اقدرش اخرج الا لما بشندي يقول لي انا جدتي مش خالصه انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني تركتين دني بكملي بكملي تركتين دني بكملي يا بفرة بفرة بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غرق جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. صيب ارقص يا تانت ام نوال العينة. حياتي نبي ترمطوبة. يا تانت الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عمله معروف الرمطوبة. اعتبره مربوس. حاسب الشراب هتحرق. ايه يا هارب حد قالك ان ابني ملبوس؟ ايه يا بشندي ظهر. هو ايه يا تانت اللي هزر انت حضرها عفريت؟ العقد الالماز يا حبيبي. لا يا فندم انا متفق مع نوال هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماز اختفى اطلقت. لاحظ ان كلامك جارح يا طنط. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم عودي ايه يا هاري بتكلم عليه. العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حرامية يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش فاهم. هم العقول يتعدي. هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف بكلمه مين؟ انا درزي حريمي عمري ما حد سرقني في متر وماش مش عقد الماس. بابا انا اسف انا اسف بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. يا اخرتها يا نوال تسرقونا. اخرتها ايه ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك ابوك يا ابو ثلاث سنين هشيلهم لك. يا راجل يا ناشف امك راسك لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف انا اسف. يا بابا سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا نستناك تحت. بنت يا نوال سيب الحرامية دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي عدلوا البوليس يا خالتي. وانا ناقصك يا حمدي. ايه ده وده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى عينك سيب البدله سنين سنين مين يا معلم. بس اوعى يلا سيب نضربها بقى. اضرب مين يا عم عندك ده. يلا بقى عندك. يلا راجل انت مالك خدك لك واسرع. يلا يا معفن يلا خدوتي نفسك جايين على ابو العقد كده خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان ادي لك عمولتك. الله 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 اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. هتقعد لنا يا عم في حته بقى عصبتني. الله ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه ناقص تجيبوا رقاصه. اكيد بشندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول ان بشندي هو اللي سرق العقد؟ اقطع دراعي باللي ده اما كان بشندي ده هو اللي عملها. استنى بس دي البنت اللي نزل خدامه بنت بشندي صدق هو بشندي؟ انت هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده. شوف رقبه هوده معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود ميعاد نوال نوال. يا بيه بقول لك يا نوال انا عايز عنوان بشندي ضروري. بشندي ايه بقى ده وقته؟ احنا صدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بينا ده انا ممكن اولع الدين. ايه يا اعمى يا اعمى ايه مش في نطع ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ يا عم انا عملت لها حاجه. انا استناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا تيمور ده ولد صغير. الصغير بيكبر. هنا ولا انت مشكلتك حاجه واحده مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه. ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده. انا هخلي الايام هي اللي تثبتك. ايه ده يا تيمور الشجره وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز السمك انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لي مين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا تسال مالك ياض يا وش؟
بتلتهب علينا ليه؟ في حاجة؟ في حاجة، في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت، لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطع. اسكت انت. مين البت دي؟ ايه؟ واحدة كده. واحدة ايه يا تيموس؟ البت دي تلزن، نفض لنفسك يا. نفض ايه؟ في حاجة في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه؟ انا مخطوفة. ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البت اتخطفت، البت اتخطفت. استنى ادب سيلا، انت وفاسين الخضار اللي معاك، مين اللي هاكل على قفاه الاول؟ يلا قلتلك هيقطعها. امراه فين؟ راح فين؟ في حاجه ياض، عايز حاجه ياض؟ عايز الاستفنديه بتاعتي. خد تعالى. بتعرضها ياض؟ انا مش قلتلك طريها ياض؟ طريها اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه امشي وراكوا ليه؟ يلا يا بسلة فلا. يلا يا كابتن في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجة، أنا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست، بس أنا قمت بالواجب يا باشا. صح؟ خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمة دي تاني. حاضر يا باشا، مش همشي في الشوارع دي تاني. كده تسيبهم ياخدوني؟ أنت بتستهبلي، ياخدوك إيه ده؟ أنت روحي افهملي، أنا ما أقدرش أتخانق وأنت معايا تتبهدلي، وكنت شايف الحكومة في المكان. أنا قلت كده برضو، هتعمل إيه مع باشندي؟ لا باشندي ده حكايته حكاية. في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تخلينا نمشي في الشارع ده، انت مش لسه حضرت الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي، انا ماشي. اصحى سيبتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه. يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم. حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي. يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقتي العربية؟ وشرفك يا ابويا، وشرفك اللي جيب لك حقك. ما تشوف بس، سيبنا نام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف يا بابا بتقول لي انا ده ابنك، تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام، عايز انام. انا مش حرامي. أنا مش حرامي. انا عايز انام ابويا. تيمور انت نمت يا ابني؟ اسحب يا بابا. انت عاوز اقول لك انا مش حرامي. بس بقى يا بابا. ده بيت باشندي؟ هو دوت. اخلص اخلص. حضر يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره، هو اللي مأكلنا، هو اللي ملبسنا، هو اللي مقلعنا. هو حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اقول لك. قل لي. هدول مساكين؟ مساكين سيادتك. يلا طلع طلع، وزع، فرقوا مالي، فرقوا فرقوا. لا حول الله، بعدك شب ترى. والله حزنت عليك، والله تأثرت لي لحظه ابكي. والله قل لي انت مشلول ولا رجولك منمله؟ لا اخويا مشلول، وانت واقف على رجليك. خمسه. معاك فلوس وعملت مرقعه وانا مش لاقي اللغة. خمسه. حرام عليك. اعطيله خمسه. حرام عليك. يا ابيض والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيتها. انت ما ربيتها، ما ربيتها. أعطيله كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. أعطيه. يلا يلا يلا. بقول لسيادتك 100,000. يا أخي السؤال، هذا الملحقك ولا حقي؟ حق سيادتك. أعطيه. حاضر سيادتك. أنا مالي. أطلع يا أبا يا هلا. شوف أول ما ريته دريت أنه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. أنتوا بقى عايزين باشندي صح؟ أيوه بسرعة خلص يا حلوة. أراك توزع من مال أمك. عسل سيادتك. يا بنت الدوش اللي بره دي، راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. واداني 100 جنيه. فين هم يا بنت؟ ايدك. الله. ايه هو ده وقته؟ على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغلبنيش، بقولك طلع تهوى الفلوس. عم راجل قولي بدهم لنا. يا عم بقولك طلع، دول عهده يا ابني. تيلو خلصنا. يلا هات عدي. سيادة المدير حاتم الحاتم ابو حاتم، يعني الطيور المهاجرة. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله، والله ساحر.
الاتموسفير حقه كله سحر والله. مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله. يا الف اهلا وسهلا. والله مسكين ما معك ساعة؟ معي سمو. اعطي يا رجال. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما معك سيارة؟ معي سيارة. اعطي. يا 300 ألف اهلا وسهلا. ما عليك ما عليك، الشباب شباب تبعنا. خير يا بيش؟ هو لو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير، اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل، والشك دخل براسي، شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوستي قلت له تعال انت اللي سويت لي عمل، قلت لي والله قبل ما كمل طقتها ماتت. ولادي البضوره جوا لي صباح الخير يا بابا، قلت ما في صباح الخير، تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقتها وقع جنب امه. والله الشك جنني، وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيف في آخر الفيلا. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي أنا اللي سويت لك العمل. وعملت له إيه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي ما كذب. قلت له عفيفي ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك إنك ما تنام ما تنام وجواك جن جن جواك. شوف تجسيرة يا لطيف. إحنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت لو ما طلعت الجن والله تقرصك بالنار هذه، ولو طلعته الخير جالك جالك. والله اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوتك ما تبغي فاشل. قوم حضرتك عشان تنام. انام؟ والله هلكتني. تتبهلل علي انت يا الكل؟ اقول لك ما نام تقول لي نام؟ خلاص مدد. قول مدد 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 سمو مدد. فروتي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لنبغنا يا عمي لنبغنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ طراني اعمل بيبي دخان. والله اسوي بوليوشن. اطلع وش طالع؟ اطلع قلتلك وش طالع؟ أنا العفريت. ساعتني يا حرامي. أنا مش حرامي. لا حرامي. تسرق كل الناس. فاكر آخر مرة سرقت فيها؟ لو جبت أم نوال يا حرامي. أنا مش سرقتش حاجة. لا العودة 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 يا معلم. والله انا كان قلبي حاسس ان انت نصاب يا بقه. هو انت امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق الحق نسيبك انت اهبل. لازم ام نوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابوس ايدك حمدي. لا ام نوال انا باكل من عيش. خلاص يبقى نتفق زي ما قلت عليا لا يجوز ترجع تقول يا جوز. ما ينفعش ما ينفعش اقول لا يجوز وارجع اقول يا جوز. ده بقى خلاص انا هخدمك في الجوازه دي. زي. ام نوال مستنيه الخلانوسه بفارغ الصبر. مين الخلانوسه دي؟ كبرتنا اللي هتوصل بعد اسبوعين وانا هظبطك عند الخلانوسه. بتقول ايه يا باشندي؟ ايوه يا هانم الخلانوسه وصلت عندي النهارده. خالتي نوسه وصلت؟ يا اخويا زغرت ده انا الفرحه مش سايعاني. لا دي اللي هتجيب التايه. كفايه يا باشندي يا اخوي لحسن انا جسمي بيتنفض. خلاص هنستناكي النهارده. حاضر يا اخوي اجيلها النهارده انا ورايا حاجه. بالسلامه بالسلامه بالسلامه. هتوف اسمع يا عم زفت انت. ايه؟ اللي اقوله شرط اخره ايه؟ نور. لا ضلمه 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 على اليخون. كلمه تطلع كده كلمه كده تعال اوريك هنعمل فيك ايه.
لفوا 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 حرام. تصدقي ماما ان خالتي نوسه دي هتجيب لك العقد؟ خشي برجلك اليمين، خشي في اي حته بخش برجلي اليمين اساسا. الارض احفظي بعينيكي من ورا يا هانم. هي فين؟ انا مشتاقه. مستنياكي جوه، اتفضلوا. ما شاء الله دي طايره يا ولا. يا رايح يا خالتي، انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي يا ولا. يلا تكل انت على الله، يلا ما تنساش تيجي الساعة 6 عشان راح الجيم. سلام. لا 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 هتنسعيني، هاجي عليك المية. ايوه زين، روحوا له انتوا الاثنين، هو في الحمام بيستحمى دلوقتي، خلوا منه الصابونة، انت حتة اخوك حتة، وقفلوا عليه لحد ما يموت. اهلا. السلام عليكم يا ستين. وعليكم السلام ورحمة الله. قطة. اهلا اهلا اهلا. الريحه اللي دخلت المكان دي في حاجه عجيبه. الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت. حمدي ابن اخت بتعرفيه؟ ها ها، ده برسامجي مدمن مخدرات، وصايع كمان. ايوه رانيا مصرف بتاعت العجمه تعرفها؟ ايوه ده صايع، ده صايع. طلعوه بره بره بره. ليه يا ست؟ انا عملت حاجه؟ الواد ده عليه مارد ونوع وحش بيتبرز في المكان. بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. انا عارفه انا عارفه. يا واد بتقول عليك مارد بيتبرز اخره؟ ماشي يا خالتي، اما اشوف اخرتها. اخرتها هتين عليك يا حبيب. ايه موضوع الوليه دي يا باشاندي؟ نصبه زيك ولا ايه؟ لا يا استاذ حمدي، ده بجد، دي وليه مبروكه. انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك. اللي عليها حضروا. مالك يا خالتي نوسه؟ اصل عاملة تليفونات كلها على الفايبريشن، اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني. الو. ايوه مدام سوكار. ايوه احنا اللي نقوله نعيده. قلت لك خلاص جوزك ده هبهدله لك، صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي. يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس. كيس دعوه بس انت ساعديني، هاتي لي حاجه من قطره. يا ست انت فانيلة ايه وسراب ايه؟ ده كان زمان في الفلاحين الكلام ده. انا عايزه حته من ودنه، تقطعي الحته اللي من تحت الطريه دي اللي تحت القرقوسه. ايوه وانت خارجه تضربيه بالسكينه ببطنه، الدم بيعمل معانا سخن. ايوه. لا لا ده انت اختي. طب يا حبيبتي بالسلام بالسلام. قطعوا النسوان ودوستهم. ازيك يا بنت سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفتي اسامينا ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه اطلع لكم روحي واكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والصون. مايكل. يس. الو. ورز عقد. عقدك ده؟ No, it is not. يا ولية تأكدي. لا يا ستي مش عقدي. امسك، انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا، ما شفتش خلقتك هنا تاني. Come here. Come here. في داهية. اصل ده خواجة طاري. بص العفاريت البيضة زي الفراخ البيضة ما تبقاش جامدة. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلانة، شغال معايا بقاله 35 سنة. جامايكا. منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي. جامايكا. منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص، هما جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتعملي ايه؟ جامايكا. منو يا ماما؟ تعالى تعالى. فين العقد؟ منو يا ماما؟ عقدك ده؟ ايوه عقدي يا اخويا. جدع يا جامايكا. منو يا ماما؟ دقيقة واحدة تاكل؟ منو يا ماما؟ بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. معاك حد؟ منو يا ماما؟ طب خد فرقوا على بعضيكم. منو يا ماما؟ سلامة. منو يا ماما؟ أصل هما لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير.
عشان تسمعي كلام امك. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجوي جنب ماه. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع ما اقولك، انا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس انتوا عشان حبايبي انا اعمل لكم اوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور. ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي نبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبان وبلاوي. أيوة. ببلاوي ابوه. اه شايفاهم قدامهم، ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه. ترزي حريمي. ايوه يعني بيقيس يعني. لا ناس محترمه قوي يا سعاد، ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي. خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايوه ليه ده ما عندكيش نظر، وانا محتاجه فلوسك، مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنسه؟ بلاش دول، قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الصحن جوه؟ يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليكي. يلا جامايكا. ايوه يا ماما. طب كويس انا بطمن عليك، احسن قالوا لي في مطر في اثيوبيا. الو الو. ايوه مين؟ انا نوال يا عم. نوال؟ اظن يا نوال بعد اللي حصل افضل انك تبعدي عن ابني. يا نوال يا عمي ده كان سوء تفاهم وخلاص، احنا جبنا العقد. ومين اللي جابه؟ واحده اسمها الخاله نوسه. وخارج كامل وليه دي؟ ما خدتش ولا مليم، دي ست واصله قوي وقالت ان تيمور بريء. يا عم خلص بقى، كرهتني في وشي يا ابني. النحت ده بيبين روح الشخصيه، وانت وشك فيه حاجات كتيره جدا لازم تبان. تبان ايه ونيله ايه؟ انا هيقوم عليا انا ما فطرتش، وبعدين انا بكره التماثيل. بذمتك انا قلت لك اعمل لي تمثال. كلها خمس ساعات وخلص. خمس ساعات ايه؟ انا مش عايز. اوعى تبوظ وشي وانا حر فيه. اه يا شباب تيمور انت حر. ايه الاخبار؟ زي الفل، كله تمام زي ما انت عايز. هتبقى ستار. بقول لكم ايه، مش عايزين غلطه ابوس ايديكم، عايز الناس كلها تامن ان الخاله نوسه دي سرها باتع كده. منى ولا هتوافق على الجوازه وهي مغمضه؟ وهي ايه مغمضه؟ Attention, un retour, retour, retour. Attention, un accident. Quoi? Ma belle, je sois. Attention. تلاقوا في الضلمة ألف قمر. بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش. ترارا. الأغنية دي مش بتفكرك بحاجة؟ اه بتفكرني بأمك اللي رقصت لأبويا والملح اللي سففته لنا. هو عمي ما قالكش على اللي حصل؟ على ايه؟ خالتي نوسة. انت هتمشي ورا التخاريف دي انت كمان؟ نوال ما تنسيش ميعاد النهارده عند خالتي نوسه. لا ما تخافيش يا حبيبتي انا فاكره. انت رايحه عند الولاد دي ولا ايه؟ اه. وهي عارفه ان انت رايحه؟ لا انا واخده البنات ورايحه لها مفاجاه. طب افرضي ما كانتش هي هناك يعني. لا ما تخافش يا بشندي اللي مديني الميعاد. هتروحي على بالليل صح؟ لا كمان نص ساعه كده. ليه كده تزنقوا الناس؟ افرضي عندهم حاجه. يا سبت انت قوم. قوم عمتك ماتت. ايه؟ عمتك ماتت تاني. ايوه قوم يلا فوجا. قوم خالك عايز يموت. هيموت. يلا يلا يلا. انت رايح فين؟ الناس اهاليها ميته. يلا يلا. طب مش تستنى احكي لك على اللي حصل؟ عندي زفه لازم الحقها. يلا يلا يلا. بيا في حياتك. يلا ربنا يفيك شر الغفله. بسرعه بسرعه. اوعى غورتك. غور. لا مش وقته. يا رب
يا رب أثروا زي ما أثرتني. كان يوم اسود يوم ما دخلت الزفت. يا نهار العام ايه حوش عني كنت المسا يموتني. هتحمل ما تشيلش هم دي ست واصلة قوي. انت ايه مين قال لك تدي مواعيد للناس؟ ده كل واحد دفع 200 جنيه. 200 جنيه يا نهار اسود وكمان خدت منهم فلوس. اوعى تقول الكلام ده قدام تيمور انت فاهم؟ انت ايه؟ امور النصب لسه بتجري في دمك. امشي امشي. ولا اقول لك خدني معاك ما تسيبنيش انا لوحدي. يهمني الله الله. اثبت مكانك لا تولع وانت واقف. اثبت مكانك اتفضل اتفضل. انت يا راجل بتستهبل مش عيب تخش على وليه كده من غير ما تستأذن. افرض قلعه ولا مستحمى. افرد سرحانه بحاجه قليله الادب ومش عايزك تشوفني تدخل كده عليا خلوتي. اتفضل اتفضل. استنى انت عميت وعينيك البعيد مش سايف عيل بيرجع ويودي روح لامك. كهرمانه لما عيالك عندي شغل موضوع اسمي عابد الببلاوي المهنة تنزي حريمي سن 42 سنة. تتفضل من أولها 58 سنة ومولود في المحلة وتعمل لك عمل زمان وترمى في حلة وحلة يا حلة ليلة نطين يا حلة. حلوة عجبك ايه؟ مهفل مهفل مالكش دعوة اللي بيدور هنا. ها أنا جاي من طرف نوال. معلش عشان النوالات كتير. اهدي كنت سربتي نوال بتاعت الاردن وانا بحبها. لا نوال بتاعت الاردن. ادي بنتي غلبانة يوم ما سرق منهم عقود وجبناه. انا بقى جاي مخصوص عاوز اعرف مين اللي خد العقود ده. حضرتك في النيابة؟ لا يا فندم. امال ايه جاي اللي انت مالك ومال ده شغل مالكش انت دعوة. معلش اللي معلش احنا ما نفضحش حد جبنا العقود وخلاص. معلش من فضلك العقد ده انا اتهمت بالسرقه انا وابني وحيدي في هذا العقد. ما انت شكلك حرامي. لا من فضلك انا ترزي حريمي. انا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان؟ انت جاي تحرق دمي؟ خلاص عقد السرق والاناء اتكل على الله. يلا بقى يلا انا في حاجه بتجري في دماغي مش عارفه ايه هي. اتكل على الله بقى ترقنا. سبحان الله. ده بينه اتجنن ولا ايه؟ سبحان الله. في حاجه يا ساتر؟ يخلق بشبه 40 حضرتك شبه المرحومه مراتي الخالق الناطق. الله يرحمها ويحسن اليها. الله يرحمك يا زبيد. الله اكبر. حضرتك تعرفيها؟ الارواح بتتلاقى في ملكوت الله. امان عليك لو قابلتيها قولي البنطلون الازرق بتاع الببلاوي حطيتيه فين. ها فين نسيت؟ ما انت قصيته واديته الواد ابنك وقعد يعيط لك يا عنوم عشان تجيب له بنطلون جديد. صح صح صح. الله هو اكبر. رسمه العين مناخير السايحه. برأيي يا بولا انت كده هتجرجرني للرزيلة وانا بصراحة بحبها. اسيب شغلي واكل عيشي بقى وراي للرزيلة معاك؟ لا لا رزيلة انت فهمتيني غلط. يبقى انه جنن ولا ايه؟ الجسم اللي قدامي المتفجر ونوسة ده نفسي ألبسك فستان بقصة ايدي انا. ان شاء الله اجيلك الورشة. انا ورشتي في بيتي وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد عبد الحميد في الجيزة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا واصلة يا جامدة. ازيك يا نوال يا بنتي؟ ازيك يا عمي؟ حد الله بيني وبينك ابدا ما سلمش عليكي قبل ما تلبوا بلاكم على الناس الاشراف وتتهموهم بالكذب. اتاكدوا الاول على عموم الست اللي انت داخلها دي بترمي الكذابين في النار. ما تزعلش نفسك والنبي يا حاج. يلا بيت النبي. الفلاه دي ضيقه قوي مفيش حاجه. هم اللي كان بيجري في راسي هيجنني ده. امله دي لا ده فار. كنسي امله عامله نفسها فار. القصد جبتها نفسك. اهلا 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 لمؤاخذة اتفضلوا. يا اهلا وسهلا. شوف دخلة الحريم تسرح كده التنير رجالة قطع يقفلوا اليوم. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا سكينة؟ ازيك يا كتاكيت؟ اهلا اهلا. الكتاكيت بقى مكسوفين انت عارفة بنات اليومين دول بيتكسفوا. لو في كسوف وفي حد غريب ده انا خالت. بص عشان انفوك كده تحب اقلع لكم مالت والنبي اللي عملت سعيد. ايوه اهلا اهلا اهلا. ما شاء الله. مواضيعكم سبقاكم. الله 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 الله. غمضي عينك يا حلوة يا مقصة انتي. يخرب بيتك وبيت اللي رباكي.
البنت دي متجوزه من ورا اهلها. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت قلتيه ده يا خالتي نوسه؟ انا مش ممكن اعمل كده ابدا. كدب، هتاكلي بالسبسب واحط وسف في النار. متجوزه من ورا اهلك وبتضربي بانجو. ها هي فعلا يا خالتي متجوزه عرفي وجايه لك تشوفي لها حل. الله يخرب بيت بتوع العرف وسنينهم، دايما يجوا بعد العرف. مفيش واحده فيهم تيجي قبل العرف، لا يجيبوا البلوى ويجوا بيها. يا ساتر يا رب، ورينا يا ابني، ورينا ورينا. الواد ده اسمه وائل يا بت. طب بصي بقى، الورقه اللي كتب عليكي فيها يا هبله سايلها عند واد اسمه سيد في العباسيه. تروحي تجيبيها منه وتقطعيها. الواد ده مش بتاع جواز. يلا يخرب بيت الجسم يسال منها اللي عليها جامد يا سعاد. طيب يا ستنا قولي لي بقى موضوع بنتي ايه؟ والنبي ما تقلقي على بنتك، تعالي يا امور. تعالي تعالي يا ماما تخافيش. ما شاء الله ما شاء الله يا اختي. بطه بطه. تعالي تعالي تعالي. كل حاجه كل حاجه. بقول لك ايه يا حلوه، الواد اللي انت بتحبيه قليل كده وفي دايما حاجه هامه على ظهره كده، سايل نخله سايل بلكونه الكونترباس. ماليش دعوه يركب ميكروباص يركب. لا لا الكونترباس يا خالتي. المهم هو كده. الله 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 الله. اسمه ايه؟ امور. تيمور. تيمور. الواد ده ابن حلال يا سعاد. بس قوي يا خالتي. واحده هنا خالتي كمان يا اختي بطه. الواد ده هيسعد البت دي، خلي بالك الطالع بتاعه حلو حلو قوي. ايه ده وده وقته؟ استنى ما اقول لك بنت يا سعاد. هقولها اللي هتسمعي ده ما يطلعش بره. البنت بنتك دي غلبانه، لو ما اتجوزتش الواد اللي بتحبه في ظرف 7 ايام هتتعقد وهتموت في حاسه موسيقى. يا مصيبتي يا اختي، يا مصيبتي يا اختي، يا حبيبتي يا بنتي. لا لا بكتب الله الاسبوع الجاي اتجوزها له. يا حلاوه ليكي يا ستينا. ما باخدش حلاوه يا حبيبتي، دول عيالنا. طب استني كده، انا عاوزاكي في موضوع يا ستينا. عينيا عايزه فلوس؟ لا تتكسف يا بنت، انا خالتك، انا معايا 170 جنيه فايدين من التومين، تاخديهم؟ لا مش عاوزه فلوس، عاوزه احاوي عفريت ابن عفريت ابن حين يطلع عين الوليه معاطف اللي مجنناني مطلع النخل في عينيا. رخاوي؟ ايوه. تيجي في السكه دي؟ ليا. هتستحملي احكامهم؟ على راسي من فوق. اخليك تنقي، بس افتكري ان انت اللي اخترتي. ابعت لي اخر 2 في الكشف يا حبيبي. ماشي يا بنت الدوهية. ايه شفتوا عفاريت؟ يا بويا تبوي سيري ما عندك كيني دين. جاهلة. ايه رأيك يا منوال؟ اللي جرالك مالك اتبطيتي كده؟ يلا خدي ده، لكن ده حبيبي انا. رحمان يا منوال، ما لسه ما ادري. انت هروبان عليك الامان. يا نهار ازرق، ده انا هضيع، انا ممكن اتحبس في اي لحظه. لازم ابطل نوسه. الله ما تبطلها، هو حد عايشك؟ هبطلها، بس في مشوار واحد لازم اعمله. مشوار ايه؟ لازم قبل ما ابطل نوسه اكره ابويا في الخلا نوسه. شكلي زمان جايه. اعمل ايه؟ من الاول كده ايجار البيجامه 5 جنيه. ليه بيجامه مين يعني؟ بيجامه ابويا. يالا انتوا بتوزعوا بيجاماتي ليه؟ معلش يا عم، اصل ابويا وامي اتطلقوا فمضطر يعني ابات عندكم هنا النهارده. والله يا ابني كان على عيني، بس احنا ما عندناش عشاء. اوبا سوري يا جماعه، تتدبر تتدبر. تعالى يا تيمور. ايوه بابا. ربنا يخليك. 5 جنيه دي وخد صحابك وروح وتعشوا كشري. كشري بخمسة جنيه؟ ده انا ما اديهاش للواد اللي بينقي العدس ولا فوده. اكله روش هتكلف كام؟ 172 جنيه. هات 200 جنيه يا بابا. كام؟ مش عايز خلاص. خد تعالى يا ساتر عليك. هات يا بابا هات، ربنا يخليك. ايه رايكم يا شباب؟ نريح ونطلب دليفري. لا ليه؟ على جثتي الدليفري ده يخش بيتي. ماشي. اقول لك حاجه يا تيمور. ايه؟ هات الفلوس دي. ويلا. ايه ده؟ خد صحابك ويلا من هنا. ايه ده؟ يلا يلا يا حبيبي. انا جاي اقعد جنب ابوك لغايه ما يسرح. هو صايع ولا ايه؟ يلا يلا يا بابا الاحراج. يلا
تيمور ابوك شكله واقف الوليه بجد. انا عارف. طب هتعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه، هو مش عايز نوسه سيبهولي، بس المهم زي ما اتفقنا عايزه يترعب، عايزه يكره اسم نوسه ده، مش انا سيبها وابويا يتجنن. ها سلام. بقول لك إيه؟ خلي بالك على نفسك من ابوك. طب تستهبل يلا ولا ايه؟ وانت نوسه يعني؟ لا ما تخافش عليا. يا حلوه يا قطه. يلا يا قط. هي دي الحياه. بولا يا ودي بولا. بولا يا بولا. ان 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 بخص عليك يا ببلو. في ايه؟ شفت تمساح؟ ايه ده؟ هو انت هنا؟ امال هناك؟ قصدي دخلت ازاي؟ انا قافل الباب بايدي. لا ببان ايه؟ انت لو قفلت المحافظة احنا ندخل من اي حتة. عيب تقول كده. على العموم انت منورة. ربنا يخليك يا ببلو. لا حقيقي نورت البيت. طب مش هقعد شوية ولا هفضل منورة كده؟ اه طبعا اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا ببلاوي بيتك زي الزفت. نعم؟ اه والله مش عشان انت واقف انا ما بجملش يعني. يا ستي ما هو بيت راجل من غير ست، وبعدين انا عندي ابن ربنا ياخده، ولد همجي معفن. شباب بقى، ما احنا كنا شباب ولا انت مولود كده؟ تشربي حاجه ولا تتعشي؟ تتعشى ايه وانت عندك لقمه؟ ما انت لسه مسرب العيال، قلت لهم انزلوا تعشى. بقول لك ما تركزش عشان ما تهيسش معايا. هجيب لك دليفري؟ ربع ساعة والدليفري يبقى موجود. يا سلام، دلوقتي حبيت الدليفري؟ ما انت من دقيقتين ما كنتش طايقه. طيب اتفضلي استريحي. والله انا محروقة مكسوفة منك، اصل أول مرة أروح لراجل عازف في بيته، وأنت كمان خارج لنصك ملط، وركبك ما شاء الله معظمة زي الجمل اللي بيجري في الحبس ده، عارفه اللي في الحبس ده؟ فأنا تلاقيني كشة يعني. لا مفيش حاجة، أنا هغير هدومي ثانية واحدة وأجي الحبس. براحتك، ده بيتي، بتوصيني على بيتي. اتفضلي. السلام. 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 قلت لك ما تركزش عشان ما تهيسش مني. حاضر. بلاوي انت قاعد مع ميتها اللي ركضونا تحت التراب ده كلام في ايه بس؟ طب ما تيجي نشرب في التراب الغفير احسن. ليه الفن الوحش ده؟ اقول لك على حاجه، هات تراب وتفني يلا، حط صباره كده وخلصني. الله ده فن وحش، ليه بتقولي كده؟ ما انت جايبني تنكد عليا يا ببلاوي. الله انت مش عاجبك ليه؟ لا خالص. طيب انا تحت امرك، اطلبي. عايزين نفرفش. ده انت طلباتك اوامر. الله يبارك لك. امري لي يا حلوه. انت اللي حلو وقميصك حلو. انت قمر. فيسكوز ده؟ مين؟ فيسكوز ده نوع غير. اه فيسكوز. شغلنا حاجه كده لو وقت. عينيا الاثنين. الله يخليك. يا حلو. اسمعي بقى. فاجئني بقى. احبها موت، احبها بتعجرم في جو كده وتحلاها. او احب البنت الحلوه اللي هي بتأجر عجل في الاغاني دي. فرفشتني يا ببلاو. يا سلام عايشتني لحظه شغرتيني فيها 20 سنه ورا. برضو كبير. لا ما هو كام رقصه بقى من بتوعك دول هترجعيني عيل صغير. قول يا ببلاو. نعم. هو ده لون عينك حقيقي ولا عدسات لاصقه؟ لا انا مولود من الاول. والنبي مش لاصقه؟ لا. ربنا يحميك. عينيك عينين بقر. الله يخليك. صوابعك صوابع موز. النبي اخر خمسه فاضلين عندي. انت كان عندك اكتر من كده؟ اه كنت وارثه 40 عن امي، بعت ال 35 عشان اطلع الدور الرابع. بعتيهم فين؟
انت خليك معايا انا ببلاوي. ما شاء الله عليك طول عمرك شغل. ايه؟ مين اللي قالك كده؟ مين؟ وانا ترتورة؟ انا بكلم. نهار ايش حصل امتى؟ مين ده؟ هو عندك عربية؟ ايوه عندي. شديدة؟ ايوه شديدة. وصلني. انت بتكلم مين؟ انتوا مالكوا؟ سيبوه هو. ايوه مالكوا. تعال تعال تعال. ما انت يا اخويا ترزي شقتك، ما تفصل لك عربية اكبر من كده. استنى عليها بس تمشي شوية وهي هتبقى مريحة وواسعة. تمشي ايه ده انا راكبة بطة. لا على العموم لو مش عاجباكي هجيب واحدة جديدة وادي دي تيمور ابن. يا بلاش تيمور، لو ولع فيها دلوقتي الواد خلفان. شكرا. روح انت بقى يا بول. ده كلام اروح ده ايه؟ ده انا ما صدقت بقينا لوحدينا. انا هنزل معاك شويه. لا استنى اسمع كلامي، احسن لك واسلم لك روح. روح ايه؟ ده انا لسه جوايا كلام كتير لازم اقوله لك. طب يا اخوان انت حر بقى. طبعا. الله الله، ليه كده ليه كده؟ هتقلبوا علينا ليه؟ تعالى ضيف. ايه كده؟ الله ايه كده؟ امشي بخمسه كمان. ايه كده؟ لا فتره ايه؟ لا لا مش خفيف يا عيا. طيب ترهات. الله الله الله، كنت برويلي كمان. مش جدك ايه ولا ايه؟ تنزلوا ايه؟ تل؟ ايه؟ اوعى تحرم عليك تل تيجوا لنزلة شعبية. بس بقى كفايه الراجل هيكمل. يا ريت كفايه كفايه الراجل هيكمل. اوكي بلاوي امشي من هنا في بجندك يا الله. امشي ده ايه؟ ده انا ما صدقت الجو اتعدل وبقى زي الفل. في كلام عايز اقوله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين الراجل ده؟ الله انا سالك ايه؟ اسكت انت، ما جاءت بك الى هنا ايها الفارس. تكلم معي بطلاقه. معي رساله يا مولاي. من وما فحواها؟ امير البلاد يطلب شراء هذا العبد الابيض مقابل 15 دينار كاش. في ايه يا اخويا 15؟ ليه هو قرد؟ ده انا بايع واحد زي بالظبط الجمعه اللي فاتت ب 100 يورو. تبيع مين يا ست انت؟ اسكت انت بقولك. اسمع ايها الفارس، اذهب الى امينك وقل له انه رجل عجوز لا يقدر على العمل. بالسلامة. قشطة براحتك. سلامة. ما براحتي يا حبيبي. باي باي. في داهية. انت في بلدك الغور من هنا بقى. انا بعد ما شفت الفيلم ده قلبي جامد. تعالي حاوزك في كلمتين. يوسا. ايه ده راخر؟ ده احدب. مالك يا احدب؟ ما عملت ده حاجة فينا على طول المرة. وانت ما بيك ده صديقي. صديقي يا فجري يا فجري يا غليل الحياة. صديقي انني هسمه من وراءه رايحة الحب نحوك وانا الذي يحبك. وانت مالك؟ انا لا بدي شكلك ولا وشك. ساقتله هاية المرأة. انا الذي ساقف له لأحدة. ستقفين له؟ ايوه. هي الساعة كم دلوقتي؟ مش عارفة بس ساقف له. اذا في عنك هيا بنا هيا ايها المرأة. ساقتلك. تعال ايها المرأة. غلبان يلا يا ابو عجبي معافي. يلا يا ابو عجبي. والله وقعت يا خلانوسة. مبوط عليها. انت اللي اذيتي نفسك للحكومه. انت اللي اذيتي روحك. اوعي تنسي نوسة يا مصر. يا مصر اوعي تنسي نوسة.
يا خلانوسه، ده انا مستنياكي بفارغ الصبر. ايه ده وانت سامعه عني؟ طبعا. طب بصي اعمل لي كل اللي انت عايزاه، بس والنبي وديني الحمام. طب روحي بس غيري هدومك وانا هوديكي مطرح ما انت عايزه. في حمام قريب يعني؟ اه بس روحي. طيب طيب. يا حباب هو سيبني دمري مبولة مبولة؟ حمام. اه طبعا فيه. وديني. انت اسمك ايه؟ اسمي نادية، وبيطلعوني يقولوا لي يا نقة في البيت. طب والنبي يا نقة دخلتي الحمام؟ عارفة يا خالتي كنت جاية لك بس الحكومة سبقتني. دخلي الحمام يا نقة. اتفضلي يا ولدي خالتي. وانا عمري ما اخش الحمام. الهي ربنا يسترك تفكي على بيتي. فكينا يا نقة انت الاول بدل ما افكها على الارض. طيب اخر الدور قايلين. انا؟ يا خالتي يا خالتي. لو وراك حاجة روحي وتعالي. شا 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 بحب عمري وعشق الحبان. اوعى كل فاكراني لوحدي، الواد زمايكا كان محسور قوي. لا يبتليكم بنصيبة، وانا اقول النسوان بتخلص من البلد، اتاريكم مصرفين هنا. جاتلكم اللي هتربيكم. ست واصلة ومخاوية يجي 20 عفريت من اللي شفته دلوقتي. انت هتخوفيهم مني ليه؟ هما 19 بس. ده انت ستك واصلة لحد هنا يا خالتي. في الباب. صل على الله. اهلا اهلا اهلا. ازيكم يا نسوان يا رمة؟ شكلكم متمرمغين في الفراش. اكل العيش مر يا خالتي. اكل العيش؟ وانت بنت شبكة ولا سنارة؟ سنارة يا خالتي سنارة. عشان املك ان شاء الله اللي بتلعبي بيهم دول ان شاء الله. وانت؟ بني. هاي بكده يا معفنة. وانتي منوعات كله على كله يعني. اه الله يخرب بيكم، فتحتونا في شارع الجامع الدول العربية. ما بنزلوش ده شارع الهواء. قال يا كدابة. طب انا هغلب نفسي ليه؟ كده متر وعشرين سنتي. كده راحوا لعشرين سنتي. طب اوديهم فين؟ معايا 19 عفريت، لو ناموا هنا هيرسموا على النسوان دي، ولو ناموا هنا النسوان دي هترسم عليهم. بصوا كل واحد بقى نمكن باخوص على بعضيكم لحد ما اشوف لكم حته واسعه. اه استنوا ولا اقول لكم؟ يلا مرة شويه من هنا، يلا من هنا، سيبنا هنا ما تبصوا هنا تاني، يلا يلا اتحركي اتحركي، يلا المكان مكاننا والسجن سجننا براحتكم. مكاننا ايه يا ابني اللي انت بتعملي ده في الناس؟ ما تخافيش. انا ما اخافش يا دلعات، يلا لم عفريتك وقعد على جنب. الله طب هم جابوا سيرتي وجيبي سيرتهم ليه دلوقتي؟ ده اصغر واحد ينزل يململي. الشوايه اللي بتعمليهم دول ما يخلوش عليا. شوايه؟ انا بقول شوايه؟ انا بقول شوايه؟ 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 يلا يا اولاد انتوا ويا كل واحد على سريره، يلا ناموا. شرفت طبعا مهدكية مقدم بلاش. كان بقالك يومين مخفي فين؟ ها؟ شارب سد الحنك ولا ايه؟ ما بتردش؟ والواد ظهره واقع كده ليه؟ ما يخرب بيته الكونتر بص كل ظهر الواد. يا ده فوده ابقى اعمل لي يد ماسك اللسان عشان اعرف اتكلم مع الراجل اللي بره ده. بلاش فضايح وتنام وانت ساكت، وتنزل الصبح بدري قبل ما الراجل يصحى. يا عمي اول ما هينام انا هخلع. الله يخرب بيت مسكاتك. ولا اصلي ولا جايه منين ولا بنت مين؟ مين اللي هيجي لنا الساعه دي؟ حمدي وبين انه شارب. انت خايفة منه كده ليه؟ انا خايف منه ليه؟ دي ساعة حد يزور فيها حد يا حمدي؟ عايز ايه؟ عاوز اشحن الموبايل. مش هفتح، انت بتستهبل. افتحيه له يمكن ما معهوش شارجر. لو ما مشيتش هبلغ البوليس. هتسجني ابن خالتك عشان بطاريته فضيت. انت صحيح هتتجوزي الجدع اللي اسمه تيمور ده؟ ايوه ماما موافقة ولا عندك اعمله؟ لا بقى عندي كتير،
وبقابليني لو الفرح ده تم. يلا يا حلوة تبقى نبدأ تمارين الصباح وكل يوم من ده مش نقعد ناكل ونفشول في السجن. يلا جاهزين؟ يلا قبل أي حاجة هنفك الجسم، الحامل ما تفكش معانا تتعب. يلا يلا فكش الجسم. يلا يلا الست الست نفس عميق خدوه وما يرجعش تاني يتكتب. يلا واحد اثنين ثلاثة هوب، واحد اثنين ثلاثة اربعة. فكركوا هنفضل كده؟ لا لازم نرجع نقول الناس ايه في الشارع جننا. يلا نرجع واحد اثنين ثلاثة هوب، واحد اثنين ثلاثة اربعة. فك السد. يلا 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 يلا. دلوقتي بقى تمرين مهم عشان الظهر، ها كلنا عارفين يا حلوين ان الظهر فيه عمودين فقريين، واحد هنا واحد هنا، احنا ننزل عشان نفكوه بس المطلقة ما تنزلش معانا، فاهمين؟ يلا واحد اثنين ثلاثة اربعة. ما نزلتوش ليه؟ كلنا مجرمين. نزلوا ليه تويا؟ انا ناقصاكوا على الارض. يلا نزلتوا نخصم التمرين ده على السباحة. يلا 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 اللي تابع اختها بسدها. يلا 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 نطلع تاني ولا الناس يقولوا علينا اتجننا من العنف في الاسفلت. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أنا فكر الجسم تاني كده عشان الجسم يفرفش. دلوقتي بقى نعمل تمرين العضلة اللي هنا اللي في الخد ده، الخد ده فيه عضلة لما تكبس كده تفوق. يلا واحد اثنين ثلاثة هوبا، واحد اثنين ثلاثة هوبا. أسمع الألم، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة هوبا. يلا 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 فكوا. يلا تمرين اللسان، اللسان مش للراضي خلاص، ودي قالت ودي عادت. ها فكوا عضلة اللسان. انا قرية يا ام فاروق. ايه يا ست انت مستولية على الصخرة؟ انا هقول مالك يا شباب. قرية يا ولية انت مسكلة على الواحدة في السجن ليه؟ بلا واحدة بلا اي بلا دماغ يا قرية يا شباب. لا ده انا لسه لعبة رياضة وعندي باور. انا يهمني الرياضة بلا رياضة، ما يخشش على الكلام ده. هقلب القلب يا ام فاروق. قولي كام يا فاروق؟ تعرفيش مين اللي لك؟ لو النبي عملت ايه في موضوعي يا خالتي؟ انت هتلغي كتير بقى وتخنقيني، قلت لك هجوزك يا بنت. الجواز بقى اسهل من المحشي دلوقتي. اسمع من بقك ربنا، بس انت لا دي عايزه رواقه. تعالي بس نشوف ايه. طيب يا حلو قمر. الله ولا انا اقول انت، انت بتردني ولا ايه؟ مش كفايه جرالك اخر مره؟ تعالي يا خالانوسه. وهو اللي جرالي علمني، لان المره اللي فاتت دخلت غلط، المره دي داخل البيوت من ابوابها. ابواب ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اقعدي بس يا خاله، الاول تشربي حاجه. اي حاجه دايت. لا لا دايت ايه، انا جايب معايا ازازه شربات بعد اذنك يا فندم، يفتحوها لنا عشان كل زميلاتها تشرب. واحده واحده عليها يا استاذ ببلاوي، اظن عارفه الاستاذ. هز المعرفه، ده ابويا، ده زي ابويا. ابوك ايه؟ انا مش هحسسك بفرق السن، انا هاخدك ونجري نجري نجري. الاستاذ ببلاوي جاي عشان يكتب كتابه عليكي. يا ست انت استني، استاذ ببلاوي جايب تسريح من النيابه ومخلص كل الاجراءات. والنبي مخلص. عقدار عقدار الفرخامس يا عقدار، ودي قادرها عقدار. يا ست اهدي. معلش يا فندم، المفاجأة خلت الفرحة بالساعات. مالك؟ بعيط على مخدي البنايه. اختك؟ بتجوز كده ما بعيش حد من اهلي ولا الزمالك ولا حتى المحلة. كل ده اهلي مش عاجبك؟ ايدك يا ست، ايدك يا استاذ، ايدك لو سمحت. حاضر، بص مديلة. قول ورايا زواجيني نفسك على سنة الله ورسوله. ايه ده؟ ياه ياه تاني. ايه في ايه؟ تحت باطي بيقوم علي فجأة. ولازم يقوم دلوقتي. اوووي عايز اكل وحدك. مستعجلة ليه؟ يا رجل كتير هنقعد لوحدينا كده. يا رجل اتوكس. يلا طب بعد اذنك يا فندم، ممكن تسيبونا لوحدنا؟ اه من حقكم، اتفضل يا استاذ عشان نسيب العرسان لوحدهم. يلا يلا احنا بقينا لوحدنا. ده بيان
يا ليل عين البلاوي. احنا مش هننفع نتجوز. ليه؟ انا خايفة عليك. في ايه؟ انا متجوزة من تحت. من تحت الارض. متجوزة جديد. ايه؟ واحد في جنوب افريقيا. في جنوب افريقيا. طيب يعني بيسافروا؟ يعني هنفضل؟ دول طيبين مفيش منهم خوف. انا خايفة من التالت. وده منين؟ من جنوب افريقيا. الله، هو انت واخده توكيل جنوب افريقيا؟ خايف عليك يا زوكا. الله، انت جيت على السيره يا احدب. احدب؟ لا، يجوزني ايه وانا ناقصه رجاله؟ ما كنتش اعرف ان حضرتك مرتبط بيها. ايه تموته؟ موته، لكن ايه اللي عملته؟ لا ايوه، ايه اللي عملته؟ لا يا احدب، انا اللي هقف. لا ورد يا سيدي، البنطلون يا نهار اسود. يا سياده المامور، يا سياده المامور. النهار السود يا بابا. شفت النسيبة اللي جات لي نقة؟ هيجوزونا ابويا. انها هو انا لو خلفت يا نقة الواد يبقى ابني واخويا؟ انها يلا اهو دل بابا ولا دل حيطة. بابا يا لهوي. يا ده يا لهوي. يا ده ابويا عايز يتجوزني. ابوك عايز يتجوزني؟ شبكني وهيجهزني. شبكني وهيجهزني. يا لهوي. يا خرابي. يا ندبتي. يا فضحتي. يا لهوتي. يا لهوتي. يا لهوتي. يا خرابي. يا لهوتي. يا فضحتي. قولولي ارفض انا ولا اقبل. ابويا اصله ملوش مستقبل. ملوش مستقبل. ولو وافقت اتجوز ابويا يا خوفي يطمع فيا اخويا. يا لهوي. يا خرابي. يا مسبتي. يا فضحتي. يا لهوتي. يا لهوتي. يا لهوتي. يا خرابي. يا لهوتي. يا لهوي. يا مكبوتة. افرحي يا نسوان، النبي مالينا الا بعديها. خدنا ايه من الرجالة غير حلقة الدقن؟ بالصلاة على النبي، نحن الناس وهنقطع الرجالة بالمرة. بالمرة يسيبونا عشان مزة ما تسوى زي القرع. شايلين الدين ويا ريت عاقبين وزعيق وخناق تقلب بطلاق. يا لهوي. يا ده يا لهوي. يا ده عاوزيننا بقى درتك يا اما. هتعملي ايه النهارده؟ ولا حاجه. طب ما تيجي تخرجي معايا بالليل. لا مش قادره، تعبانه. طيب يا ستي على راحتك، لما اروح اكلمك. باي. او اف عليهم. اركبي عايزك. لا من الاخر، هما جملتين. الافندي اللي اسمه تيمور ضحك عليك وعمل فيها خالتي نوسة عشان توافقوا على جوازه. يا سلام. مش مصدقاني؟ روحي زوري حبيبتي القلب مرمي في سجن النساء. مش هوصلك. طب خدي حق التاكس. ازيك يا عمي؟ اهلا يا نهار يا بنتي، ازيك؟ الحمد لله. هو مفيش حد منهم هنا ولا ايه؟ مفيش حد منهم هنا. انا مش عارف الولاد دول بيروحوا فين. انا بقالي يومين ما شفتهمش. خشي استنيهم جوه، يمكن يجوا دلوقتي. طيب ميرسي قوي. الهدوم دي بتاعت مين يا عم؟ دول بتوع تيمور. طبعا اذنك. اتفضلي يا حبيبتي. ما تقلقش، هيكون عندك في المعاد. انا عارف ان برنامج هوا. سلام. طب ما نبلغ عنه البوليس ونخلص. عاوز فضيحته تبقى على الهوا واللي ما يشتري يتفرج. يا سلام، عايزنا نروح البرنامج اعترف اني دجال ونصاب. دجال واعتزال فيها ايه؟ ايوه ابطل ايه انا؟ هتقبض اللي انت عاوز. اخد 5 بواكي. هدفع. طيب
تقولي بقى هقول ايه هناك؟ الحقيقه الخاله نوسه هي تيمور وتيمور هو الخاله نوسه. عشان يتقبض عليه بتهمه النصب والاحتيال ويخلالك الجو معنويات. ابن حلال بالظبط. انتظرونا على الهواء وحلقه خاصه عن الدجل والشعوذه ومفاجاه في البرنامج فضول بشندي خادم الخاله نوسه على الهواء مباشره في هلا شو. يا حبيبي يا ابني بقى انا ابني في سجن النساء يا كلاب. عمي عمي انت بتضربني انا بس يا عمي ما تضرب فوق. يا سلام وادي فوق. ايه يا عمي يا سلام ليه؟ فين الابره بقى؟ والله لا خيطكم في بعض يا كلاب. مين فيكم يعني انت هو اللي كان بيجي لما كان ابني؟ فودة. مين؟ فودة. عمرو فودة. ده حتى قصير زيه. قصير. هو اللي عمل الماسك. انت اللي بتعمل الماسك. انت اللي بتعمل ابني. انا اللي كنت بنام انا. طب انت انت. طب المهم هنعمل ايه في ايه؟ قدامي على سجن النساء فورا. يلا بسرعة. هو بشندي الكلب اللي قلبه. طب هتعمل ايه؟ لازم اخرج من هنا. تيمور انت عملت كل ده عشان تتجوزني؟ قول عشان ايه؟ ولازم الفرح يتم في ميعاده. انا عمري ما هسيبك ابدا. على فكره انا فصلت في سن الفرح. الف بركه. الفرح حلو وفرح. قولي لامك ان شاء الله. هنا لو ما عرفتي ساقي شيلوا لي علبه الجاتوه بتاعتي. ها اوعي تنسي ان شاء الله. يا خاله. يا حبيبتي عايزينك. ايه طب انا هستاذن بقى. عايزه حاجه؟ لا ميرسي. معاكي فلوس يا بنت؟ معايا. تاخدي حق الميكروباص؟ لا ميرسي يا خاله. طب انا كمان معيش فلوس. يلا باي باي. يلا زيارة خطي في طيارة سراب هيعدموها بكرة امك ان شاء الله. يا بنت هات الصورة بقى. طيب يا خالد. كده تمام. عريسك عندي يا بنت. النبي يا خالة. طب عايزة اشوف. عشان انت حبيبتي حبيبتي هخليك تسمعي صوته. النبي. ايوه. طب بس غمضي عينك هو اتفتحي من غير ما اقولك. السلام عليكم يا خالتي. أهلاً. ازيك يا حبيبي؟ عروستك اللي قلت لك عليها. الله دي حلوه قوي يا خالتي والنبي ابوسها. يا انت بوسي ايه عيب بلاش اللي تقدم. خليني بوس يا خاله. يخرب بيتك ده انت طلعت فكحه. طب يلا يا واد بسرعه. حنان يخرب بيتك وانت هتولعي فينا. انا قايله لك فتحي قايله لك فتحي. طب خلاص هغمض اهو. لا تغمض ايه خلاص استنى علينا جمعتين بقى. هو صايع بيجي في اي وقت. وإن شاء الله هتتجوزي وهتتطلقي في خدمة كده. الله 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 انت هامر يا ولية ولا ايه؟ انت ماشي يا مخيط؟ هو انا خليك اوعي تتكلم اوعي كده. لا يا حق ايه يا ام حسن انت ماسكاني ليه؟ طيب انا عارفه ان هي الزيارة. تيمور تعالى يا حبيبي وحشتني. انت اللي وحشتني يا حبيبي. ما تخافش يا تيمور انت ما عملتش حاجه انت بريء. انت كان قصدك شريف بس قابلني بقى لو حد صدق. ان شاء الله هيصدقوها ولو فودة. انا جاهز. امسك الصوره دي بتاعت البنت السجانه. قول لابوك عايز وشها بالظبط. ها بكره الصبح هتكون عندك. وانت يا عم تروح البرنامج تقول لهم الخاله نوسه طالعه بكره على الهوا. خاله نوسه هتطلع على الهوا بكره. حصل. ابويا نعم. اخر حاجه والنبي عايز الفرح يبقى في ميعاده واعمل لي كل الترتيبات. كل حاجه مترتبه والفرح جاهز يا ابني. بس انت كده هتروح في داهيه. ادعي لي انت بابا. ربنا معاك يا ابني. ما هي حكايه الخاله نوسه وما هو سر الروشته الخفيه؟ خروج عفريت 100 جنيه دخول عفريت 200 جنيه. وصلني ايميل بيأكد ان الخاله نوسه ستظهر معنا على الهواء برغم انها موجوده في السجن. تمام يا فندم. الخاله نوسه خرجت؟ لا يا فندم موجود عندي في السجن. اوعى تروح كده ولا كده. لا لا سعادتك اطمن يا فندم. قالوا عينيكوا عليه. حاضر يا فندم. تمام. اتفضل سعادتك يا فندم. انا لا يا فندم. يا ولاد ورا. حاضر يا فندم. يا رجل احنا كبرنا على الكلام ده كتير. خالتي نوسه. خالتي نوسه اصحي. في ايه ده انا بضحك مع المرحوم. اصحي يا خالتي. المأمور واقف على الباب وعايزك. مأمور انت عملت ايه بس؟ والنبي ما عملت حاجه يا نقطة. بقول لك ايه بنت انت كلتي عندي كفته رز حلوه. ان شاء الله يخليكي كفته. ايه يلا بسرعه. طب يلا يلا بسرعه. طبعا انا اكل مخبر علي. لا والنبي يا خالتي. والنبي ده هو. حطوها في حبس انفرادي لما نشوف اخرتها مع الداهيه دي. انفرادي
انا يبقى تعلموني انا عملتي ايه؟ انا ما عملت حاجه. هيعدموك يا نوسه، هيعدموك يا نوسه. اخوها جوه. خش يا خالتي. والنبي ابدا انا مبسوطه بالانفرادي، على الاقل اللي معايا لهم مكان يناموا فيه. يلا يا عيال المكان مكاننا والزنزانه انفراديتنا. تاكد على في نفسك. سامحيني والنبي يا خالتي. اللي انا عملته في نفسي ده. ودبولي بقى الكوشه بسرعه. فرح ايه اللي هتعمليه والمحروس بتاعك في السجن؟ ما تخافيش يا ماما، انا متاكده ان شاء الله هيطلع. والنبي انت مجنونه هتفضحينا في الحته. تيمور يا عم، تيمور. تيمور؟ بابا وحشتني. يلا يا فوده بسرعه. يلا يلا. شكرا. النهارده يوم مش عادي، والموضوع موضوع غير عادي، الدجل والشعودة والخالة نوسة صاحبة الصيت العادي. ونبتدي حلقتنا النهاردة من هلا شو. استاذ بشندي اتفضل معانا حضرتك سوايا. اتفضل. يا دمك ايه؟ في ايه؟ انا عملت ايه؟ ما عملتش. ما زلنا في انتظار وصول بشندي خادم الخالة نوسة، وفي انتظار المفاجأة الكبرى. وصلني ايميل بيأكد ان الخالة نوسة ستظهر معنا على الهواء مباشرة الليلة، بالرغم من انها موجودة في السجن. هتقولي الست دي؟ حاضر يا فندم. انزلي، بقولك انزلي. ماما يانا يانتي بقى وريني هتطلع ازاي. لا وجود للدجال، وكل من يؤمن بهم فهو جاهل او مدعي. والنبي هتروح في 60 داهية، الراجل ده هيحصل له حاجة، مش بعيد يفرقع زي الفنبة وهو قاعد. يبدو لي ان الدكتور عبدالله انتصر في النهاية بدليل عدم ظهور الخالة نوسة حتى الان. مين اللي قال كده يا دكتورة هاي؟ أنا الحاجة نوسة حتى الآن. حد لي سوف حاجة؟ يا جماعة كل واحد يقعد مكانه. فضل يا خالة، فضل يا خالة. أنا أحبك حياة الناس، الناس كلها تحبك. الله يزيدك يا رب. مين يا ست انت؟ مين اللي عملت فيك كده؟ النبي ماليش دعوة، الخالة نوسة هي اللي عملت فيا كده. ليه؟ وعدتني هتجوزني. ده كذب، ده تطوير، دي بنت الخالة نوسة، ده تيمور. استنى واقعد مكانك. الواد ده انا عارفاه، الواد ده يطلع بره. ايوه الواد بصراحه بيخلص الكربون. نطلع بره وعليه مارد، هو عارفه. لو حصل في المكان هنغرق كلنا، هنروح في داهيه. ولو مش عايزين بقى يبقى انا اللي اروح. تروحي مين؟ بس اتفضلي يا خاله نوسه، هي اللي تروح ولا هو اللي يطلع بره؟ يا انت قلب تيمور قاتل. يلا مجنون، يلا يا اهبل برفاشو يا عيال. لا مش قادره اقعد، انا لازم اروح لتيمور. هتروحي فين وتسيبي المعازيم كده؟ يا ماما تيمور هيروح في داهيه. ما هو اللي جايبه لنفسه. طب استنى ما اجي معاك.
رايحين فين؟ اقعدوا جوه يلا اعزفوا مزيكا على ما نرجع لكم. انت رايح فين؟ تعال خش جوه، مش كفايه فضايح البنت رايحه بالفستان. معانا مداخله تليفونيه، مين معايا؟ الو مساء الخير، ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا، مين معايا؟ انا خيري، اكلم الخاله نوسه؟ اتفضلي خاله نوسه كلمي. اهلا يا خيري، ازيك يا حبيبتي؟ خير، في مشكله؟ انا مشكلتي بقى ان انا تخينه قوي ومش عارفه اتصرف ازاي. لا تتحل يا حبيبتي، تتحل. وزنك قد ايه؟ يعني مش متذكره قوي، 200 250. ده انت عايزه تتفجري. طب اقول لك ايه، ما تروحي تصفطي، ما النسوان كلها بتصفط دلوقتي. ما انا جوزي مش راضي، مع ان اخته شفته وعلى ايدي. اخته شفته وامه؟ امه لا، امه شاده. اخته شفته وامه سال. انت من دار السلام؟ ايوه. عرفتي منين؟ ده انت رهيبه. طب اسمعي بقى يا حلوه، انت تصفطي غصب عن عين جوزك، اسمعي اللي بقولك عليه. بس قبل ما تصفطي خلي بالك، لازم هو يصفط قدامك، وامه تصفط، واخته اللي صفطت تصفط تاني. علشان وقت البرنامج، خالة نوسة انت وصلت شهرتك لفرنسا؟ ام انا خدمت 3 سنين في باريس. وعلى كده بتتكلمي فرنساوي؟ اه تبر لي فرنسي تخيب يا. كل ايميل من فرنسا بيطلب من الخالة نوسة تشخيص اي حالة على الهواء حتى يطمئن قلب الجمهور. اه انا فاهم الايميل ده، في ناس بيستكك فيا. لا انا خلي قلبك يطمن، انت واوروبا كلها. تخافي؟ لا مفيش. أيوة عملت البرنامج ده، لازم يبقى قلبك حديد. حاضر. ايه؟ انا خايف. المكان ده فيه جن، فيه جن لابس حد قاعد معانا. اطلع بدل ما انت عارف انا هطلعك ازاي. 13/7. تعال هنا، تعال هنا، تعال تعال تعال، نام هنا وترمي وترمي. ايه اللي يا زلمه دي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ كلام فاضي، مش عايز حد يكلم الدكتور هنا. حاضر. المكان كله يولع. حاضر. انت اللي جابك عنده ودخلت جواه ليه يا واد؟ يا خالد. ليه؟ خالد عشان اذيك. هو عذاب؟ عشان يرموا علي السيجاره في الحمام، حرق لي التيشيرت. ولا تقدر تعمل له حاجه. فاهم ولا مش فاهم؟ اطلع من عينه. مين ده؟ اطلع من عينه جمبره. يا بوي يا تابوي، سيوري ما عندي كده. سيوري ما عندي كده. اطلع اطلع من ركبتي، من ركبتي. خشنه. اطلع من بين صوابع رجليه. ما بيستحماش. اطلع من تحت بقاطه. اطلع لحراك. حراك. امي امي امي. يا ساتر يا رب. قوم يا حبيبي قوم، الحمد لله على السلامة. الله يخرب بيتهم اللي بيقسوا الناس. الله يكرمك. لا كل الوجع. يلا روح لعيالك يا حبيبي. بعد كل اللي شفناه ده، تحب يا خالة نوسة تقولي حاجة للجمهور؟ طبعا، ده انا جاي عشان اقول حاجات للجمهور. طبعا كلكم صدقتوني دلوقتي، الكذب اللي عملته ده صدقتوني. اقول لكم دلوقتي مين تروحي ومين شمال شمال، صح؟ هو ده اللي بيعمله الدجال، نصاب، اي لعبة والناس تصدق وتمشي وراه. عشان غيبتوا عقلكم وبعدتوا عن دينكم فوقوا بقى. واكبر دليل على الكلام ده ان انا مش الحاجة نوسة، انا اسمي تيمور، والراجل اللي كان هنا ده عمرو صاحبي، وحاطين له حاجات بتطلع دم عشان نضحك عليكم. يا دكتوره، انا عملت كل ده عشان اتجوز البنت الواقفه العروسه اللي هناك دي، وامها هي السبب. بس لما دخلت المجال ده اكتشفت ان كل الناس ماشيه ورا النصابين الدجالين، وهو ده اللي حصل. ومش خايف من المساءله القانونيه؟ لا، انا مستعد لاي مساءله قانونيه، انا لا اذيت حد ولا خدت فلوس من حد. ما انا قلت لكم من الاول، مفيش حاجة اسمها الخالة نوسة. مين اللي قال الحاجة نوسة مش موجودة؟ أمال أنا أبقى مين يعني؟